سيدة مقعدة تعيش معاناة كبرى وزوجة تقف خلف زوجها، دور كبير تجسده بقدرات احترافية عالية وأداء يستحق الثناء. هكذا قدمت جينيفر كونلي نفسها لجماهير الشاشة الكبيرة، ومنذ ذلك اليوم أصبحت نجمة الأوسكار وغولدن جلوب والبافتا التي تؤدي أصعب الأدوار وأكثرها احترافية. لكنها خلف ذلك كله سيدة عانت الكثير على الصعيد الشخصي طوال مسيرتها المهنية نحو النجومية في هوليوود، فما قصتها؟ ولدت جينيفر في 12 من ديسمبر عام 1970، وقامت بعروض الأزياء وهي بالعاشرة، ثم ظهرت في أول أعمالها كراقصة الباليه الشابة في فيلم Once Upon a Time in America وهي في 11، كما قامت بعدها بعدة أدوار، لكنها لم تحصل على اهتمام بين أطفال هوليوود حتى تخرجت ودرست اللغة الإنجليزية في جامعة ييل ثم الدراما في ستانفورد. خلال التسعينيات ظهرت في سلسلة من الأفلام جعلتها أكثر جماهيرية مثل ذا روكيتير الذي حصلت على إشادة كبيرة عنه، وفيلم الخيال العلمي دارك سيتي عام 1998. لكن على الصعيد الشخصي تعرضت لاضطرابات بحياتها الشخصية، حيث تم فسخ خطوبتها مع النجم بيلي كامبل بعد 5 سنوات من الارتباط، وارتبطت بالمصور ديفيد دوغن الذي أنجبت منه ابناً، لكنها انفصلت عنه أيضاً كما انفصل والداها في عام 2000. في عام 2001 تألقت جينيفر مع أحد الأفلام التي جلبت لها السعادة عندما أدت دور إليشا ناش زوجة عالم الرياضيات اللامع جون ناش في فيلم A Beautiful Mind، ما أهلها للفوز بجوائز كبرى مثل جولدن جلوب والأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة والبافتا لأفضل ممثلة في دور داعم، كما أنها تزوجت من أحد أبطال الفيلم وهو بول بيتاني. عانت جينيفر في العقد الأول من الألفية، ففي عام 2008 توفي والدها بعد إصابته بالسرطان، فيما فقدت والدتها في عام 2013 بنوبة قلبية، لكنها اجتهدت وحافظت على حضورها وتشاركت أدوار البطولة مع نجوم لامعين، فظهرت مع بين كينغسلي في هاوس أوف ساند أند فوغ ومع ليوناردو دي كابريو في بلاد دايموند، كما كانت زوجة تشارلز داروين في فيلم كرييشن وهو الدور الذي لعبه زوجها الحقيقي بول بيتاني. خلال السنوات الأخيرة لعبت جينيفر دور البطولة في فيلم أمريكان باستورال، ثم لعبت دور زوجة رجل إطفاء في Only the Brave الذي استوحي من الأحداث الحقيقية لحرائق غابات أريزونا خلال صيف 2013، ثم ظهرت في فيلم الخيال العلمي أليتا باتل أنجل، وقامت ببطولة فيلم Snowpiercer، كما شاركت العام الماضي توم كروز في بطولة فيلم توب غان مافريك الذي نال استحساناً كبيراً لدى الجماهير. اليوم وبعد أكثر من 3 عقود يمكن لجينيفر كونلي أن تقدم نفسها كنجمة حقيقية في هوليوود مع رصيد جيد من الجوائز الفنية والأعمال الناجحة، حيث عملت في 44 فيلماً على الأقل وجمعت ثروة تقدر بنحو 50 مليون دولار.